مطلوب. لكن النهاردة عايز أبدأ بمصر المشرقة. مصر المشرقة دي مصر المشرقة بأبنائها، هقدم نموذج النهاردة أنا فخورة بيه جدا، وبشكر زميلي مصطفى سامي إن هو جابهولنا النهاردة في كلام تاني، لأن هذا النموذج بيقول إن مصر مشرقة، مصر منورة بأبنائها. النهاردة عندنا نموذج لعالم مصري يدخل وكالة الفضاء الألمانية، وهو أحمد فريد. أحمد فريد مصري يدخل التاريخ من عالم الفضاء. اختار مجالا مختلفا عن غيره من الشباب، ظل يلاحق حلمه خارج حدود الواقع والمتاح، تحدى الظروف وآمن بنفسه حتى نجح في أن يكون أحد العلماء البارزين داخل محطة ميونخ الأرضية. قبل سنوات ليست بالبعيدة تخرج الشاب أحمد فريد في إحدى الجامعات المصرية، قبل أن يعمل في مجال الدعم الفني وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن قرر السفر إلى ألمانيا ليصبح المصري الوحيد الذي يعمل في مجال العمليات الفضائية هناك. أول حاجة ليا كانت هنا كانت منحة من شركة IBM في مصر. المنحة دي أنا قعدت فيها تقريبا لمدة سنة، وكنت بتعلم فيها حاجات للIT، يعني حاجات كمبيوتر عامة. ومن ضمن ثلاثة اتاخدوا من 350 واحد اللي كانوا واخدين المنحة، من ضمن ثلاثة اتعيننا في IBM نفسها. انا دخلت مجال الفضاء، كان بعمل ابديت للسي في بتاعي على طول على مواقع على النت. في ناس طبعا بتبص على السي فيهات، بتبص على السي فيهات اللي هي مثلا تابعة للكواليفيكيشنز اللي هم عايزينها نفسها، للمواصفات اللي هم عايزينها نفسها. الشغلانة في وكالة الفضاء الدولية، وكالة الفضاء الدولية دي اللي هي اسمها ISS. الوكالة دي متحكمة من الأرض من خمس مراكز على الكرة الأرضية كلها. خمس مراكز هي اللي بتتصل بوكالة الفضاء الدولية، والخمس مراكز دول هم اللي بيتحكموا في المسار بتاعها. الخمس مراكز دول موجودين في أمريكا، ناسا، هانزفيل وألاباما، وموجودين في موسكو، وموجودين في اليابان، وموجودين في ميونخ. دول بيجمعوا الخمس مراكز. أنا موجود في المركز اللي هو بتاع ميونخ. حرص أحمد على التطور دائماً، ولم يكتفي بالوصول للنجوم، بل قرر عبور السماوات لتحقيق إنجازات أخرى تضاف لسجل عمله، ما أهله ليكون عضواً في الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، فضلاً عن اختياره من قبل الوكالة الدولية لعلوم الفضاء كأحد العلماء المرشحين للسفر ضمن بعثات استكشاف الفضاء. مرشح عالم الفضاء في باسم دي مدعمة من وكالة ناسا، وعدينا بالاختبارات وعدينا بالتدريبات، والحمد لله يعني عدينا بيها، وان شاء الله لسه يعني مش محدد بالظبط امتى، بس ان شاء الله يعني هيبقى في رحله يعني للفضاء. فخور ان انا مصري هناك، دي حاجه ما فيهاش سؤال، لان اي حاجه انا بعملها عن نفسي بيبقى اللي بيبص لي عليها بيبص مش اللي هو احمد فريد هو اللي عمل الحاجه دي، لكن بيبص المصري هو اللي عمل الحاجه دي. فلما يبص المصري هو اللي عمل حاجه دي، فمعنى كده ان هو باصص لك انت، باصص لابويا، باصص لواحد صاحبي، باصص لكل الناس اللي حواليا. صدفه ربما غيرت حياته كامله، ولكن اصراره على تحقيق حلمه وعدم استسلامه لظروف المجتمع مكنه من ان يكون خير نموذج يحتذى به وسفيرا فوق العاده. مصطفى سامي، كلام تاني. مبسوطة ان احنا نبدأ بالصورة المشرقة دي ونرجع